انتهت مباراة الديوانية والنجف التي أقيمت على ملعب النجف، انتهت بالتعادل الإيجابي لكلا الفريقين. المباراة بعد نهايتها شهدت أحداث شغب واعتداء من قبل قوات أمن الملاعب وقوات سوات على جمهور الديوانية تحديدا، وباستخدام المياه الحارة وعصي الكهرباء. شوف من نكتف وشو اللي هنا يضربونا الأشوات، وين نروح بعد؟ وين نطوج هنا؟ وكم وين نروح؟ هاك 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 علينا هاك هاك هاك، وين نروح بعد؟ وكم حاصرنا من ورا ذولاك جانا ذولاك 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 ذولا للبرتقال جونا 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 وهنا بالمي ومنا حصرونا حصرونا منا ومنا، وين نطوج هنا؟ الساعة الثمانية راح تصير. هاي شرطة النجف، شوفوا ايه هاي شرطة النجف.